سيكتور ا سيكتور ا مجمع توقيت 10 55 10 55 كون دوزيام يجي بعد ما تسرق السيد تم تنظيم هذا اليوم عملية أو مناورة محاكاة لزلزال بمدينة الأغواط بمخطط شغل الأراضي 18، حيث تم اطلاق مخطط تنظيم النجدة بجميع مقاييسه. ولغرض التكفل بهذه العملية تم تنصيب مركز قيادة متقدم، كذلك مركز طبي متقدم. شاركت مصالح من ولاية الأغواط في مناورة متعلقة بتمرين محاكاة وقوع زلزال بمدينة الأغواط، أين تم خلال هذه المناورة الوقوف على مدى جاهزية قوات شرطة تابعة لمصالح أمن ولاية الأغواط للتدخل عند حدوث الزلزال من خلال حماية الأرواح والممتلكات والإجلاء وأيضا الحفاظ على الأمن والنظام العام. دور الهلال الأحمر الجزائري في هذه العملية التضامنية، أولاً بحكم كمكون وطني في الإسعافات الأولية خاصة لإسعافات القاعدية وإدارة الكوارث. احنا ثاني الهلال الأحمر معروف أوكسيليار ديتا، معروف هو مساعدة السلطات العمومية، وهو كذا يعد دور مهم بالنسبة للكوارث الطبيعية كي يوقع زلازل ولا فيضانات. الدور عندنا كمسعفين